الوغ في الاول نورمالمون المقلب شنو هو؟ هو غادي نجيبو فنانه باش باش تكون معنا في هذا البرنامج ديال فنان وسياحه. المهم والفقره ديال الاسئله تتكون في المونغول فيها. المهم ملي تنطلعوا كلشي تو سباس بيان، ملي تنطلعوا تيبقى واحد المشكل بان نورمالمون البيلوت ما تيكونش معنا، تيكون لتحت. الوغ كو فينالمون راه البيلوت هو اللي تيكون معنا، تنوهموا له بان البيلوت راه خليناه لتحت. ومن بعد فوالا تيخرج الدخان، لا بانيك، الخلعه. وانا تنحاول نقول لها المهم نسى عليا هاد لا بانيك، خليني نسولك الاسئله واخا المهم اللي كان بعدا ندير هذا البرنامج حتى انا تنوجدو. فوالا هو الخلعه كانت في البرنامج وكل شيء كان فرحان. كل عام تنقولوا بان الحلقه ديال الكاميرا خفيه مفبركه، ولكن كون عارفوا الخدمه اللي كاينه اللور ولا بريباراسيون، كيفاش نوجدوا، كيفاش نحاولوا كل واحد يدير خدمته. والتصويره ما تي تصورش في 7 دقائق ولا 10 دقائق، تتصور في ساعه ساعتين، وتنحاولوا نقسموا لو ماكسيموم احسن اللقطات ولا اللقطات اللي يكونوا بلوز او موان ديفيرتيسونت بور لو بوبليك. بعض المرات ما تنبغيوش اون شوك لو بوبليك، دونك تنحاولوا نحيدوا فين الفنان بعض المرات تيتخلع بزاف ولا تيهبط لو طونسيون، هذاك تنحيدوا داكشي كله. مالوغوزمون سي لا فيريتي، اي تنحطوا سو كيفو باش حتى الجمهور ما يتفاعلش بزاف ويتفاعل بواحد الطريقه ايجابيه. و جو بونس كو لي سبونسور وداكشي هذيك هي الوقيته فين تيحاولوا يبينوا لي برودوي ديالهم. والاشهار صافي بارتي دو لا تيليفزيون، اللي ما كانش الاشهار ما تكونش اصلا لا التلفازه. الوغ كاين فيلم سينمائي ان شاء الله اللي نخدم عليه قريب، كاين مسلسل، كاين لابيل دوفر اللي خدامين عليه حتى هو، فوالا دوك. وكاين اشهارات اللي تنخدم عليهم انتخ موي. المهم سي دي بروجي كو جو سو ان تران ديكخير دو كونسيبتواليزي، تندير لي كونسيبت، تنكتب حتى هما لي كونسيبت، و جيسي ندخل عاوتاني في العالم ديال الاخراج، و جيسبيغ ننجح فيه. اصلا خصها هي ساكنه في دار وانا في دار، دوك ما لا محال، لا لا ان تناكل حتى هي ما تدخلش بزاف في الكوزينه، دوك لي فوالا دوك ترانكيل عادي. تدخل عليهم بصحه وسلامه وطول العمر، وان شاء الله المغرب نشوفوه زايد لقدام، ومع الناس المغاربه حتى هما يكونوا بالمزيد من النجاح وبالمرزانه ومن القرايه ومن والحوايج الزوينين اللي كل واحد يتمناه لراسو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.